السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال نتوما كتشاهدوا هذا لا فيديو. اليوم جيت نشارك معكم واحد العصير اقتصادي وبنين في نفس الوقت، اللي المقادير ديالو موجوده في كل بيت، وكيجي ساهل وخفيف بالنسبه لهذا الشهر الكريم، كيكون زوين تفطري به. كان المقادير ديالو اللي هو الخوخ، كنحتاجو الخوخ لان كنحيد ليه غير ما كننقيش كله، كننقيه غير شويه. وكنحتاجو الياغورت اللي بنكهه الخوخ اولا بنكهه الفواكه. كنحتاجو الجزر اللي حتى هو شديته وقطعت ليه حيت ليه الجلده ديالو. دابا غادي نشدو غادي نقطعو. دابا البنات من بعد ما قطعت الجزر على شكل دوائر، من الاحسن يكون الجزر ديالنا من ما يكونش هاد اللب ديالو خضر، حقاش الا كان هاد اللب ديالو خضر كيعطينا واحد المروره للعصير، ما كيجي مار. خاص يكون هاد اللب ديالو بحال هكا ما خضرش بزاف، حقاش كيدير العصير حلو، كيجي العصير حلو زوين. ودابا غادي ندوز الخوخ حتى هو غادي نقطعو ونرجع لكم. دابا البنات من بعد ما نقيت الجزر وقطعته حتى ولا على هاد الشكل، والخوخ حتى هو حيت لي العظم ديالو حتى ولا على هاد الشكل، غادي نشد الجزر غادي نضعه في اناء على هاد الشكل، وغادي نغطيه بالماء. غادي نحطو فوق البوطه حتى نحس بالجزر تسلق ونرجع لكم. دابا انا البنات من بعد ما تسلق لي الخبز خليته بالماء اللي فيه، هذاك الماء اللي كيكون يطيب فيه هو اللي كنطحنوا فيه النيت، ما كنبغيش نحيد ليه هذاك الماء، حقاش كيكون زوين، كيكونوا بزاف فيه الفوائد. غادي نضيف عليه هذا الخوخ، غادي نضيفه في الخلاط على هذا الشكل. غادي نضيف عليه الماء على حساب حتى تشوفي الخليط القوام ديالو كيفاش داير، واش بغيتي تقيل ولا بغيتي خفيف. وغنضيف عليه هاد الياغورت، بالنسبه للبنات السكر انا ما كنديروش، اللي بغات ديرو على حسب الذوق. بالنسبه للخيزو عندنا كيكون حلو، وحتى الخوخ حتى هو حلو، كديري هاد الياغورت ما يحتاجش ديري السكر، اللي بغات دير السكر ديرو. دابا غادي ندير هاد العصير ديالنا يطحن. دابا البنات من بعد ما طحنت العصير كيجي على هاد الشكل، كيجي القوام ديالو على هاد الشكل، كيجي غزال، كيجي خفيف وزوين. دابا البنات من بعد ما سالينا العصير ديالنا كيجي على هذا الشكل. كنتمنى من الله تجربوه وينال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.